دكتور عامر، يعني كيف تابعت خطاب ترامب؟ لا، خطاب ترامب هو يعني مهيئ له، يعني تم ارسال يعني منذ بداية حملة ترامب كان واضح أننا نسير بهذا المسار. ترامب أراد أن يسوق نفسه يعني أنه رئيس مختلف عن كل الرؤساء السابقين، ما لم يجرؤ بالقيام به أي رئيس سابق هو يقوم به، ويضع يعني أطر جديدة لفكرة التعاطي مع عملية السلام. افترض أيضا أن خطوته هي جزء من عملية السلام كما يراها هو، وبالتالي على الجميع أن يقبل خطواته على أنها يعني لنقل يعني الرؤية الحقيقية للولايات المتحدة اليوم فيما يتعلق بعملية السلام. كيف تتوقع وماذا تتوقع أن يكون ردود فعل الحكومات العربية دكتور عبد؟ يعني لا نريد أن نبالغ بالتفاؤل، في النهاية يعني هناك حالة من التبعية عالية بالنسبة لكثير من الحكومات مع الولايات المتحدة. إذا لم يكن هناك موقف حقيقي متوافق عليه، وهو ما صعب يعني الحصول عليه اليوم نظرا لحالة التشرذم الكبيرة يعني في الواقع العربي، فبالتالي باعتقادي يعني لن يكون هناك ضغوط مؤثرة حقيقية على الأقل يعني في هذه المرحلة، إلا أن يدرك الجميع أنهم بحاجة إلى وقفة جديدة، بحاجة إلى تغيير قواعد التعاطي مع الولايات المتحدة على الأقل في هذا الملف.